السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هقدم فكرة حلوة جدا لتطرية اي نوع لحم. يعني لو رحت اشتريتي لحمة ولقيتيها مش بتستوي بسهولة او بتشد وهي يعني بعد ما استوت، طبعا بتكون صعبة في الاكل والاطفال كمان ما بردوش ياكلوها. تعالوا نعمل النهاردة تتبيلة حلوة جدا. هتطري انسجة اللحمة وهتخليها تستوي معاكي في وقت قياسي. قدمت قبل كده فكرتين تانيين على القناة حلوين جدا، وكل فكرة فيهم مختلفة عن التانية. بعد ما بنتبل اللحمة نقدر نعمل فيها اللي احنا حابينه. مرة شوينا اللحمة على الشواية ومرة شوينا اللحمة في الفرن، والنهاردة هقدم لكم ازاي نعمل كباب حلة من لحمة بتكون صعبة في التسوية في وقت قياسي جدا. طبعا كمية اللحمة اللي انت حباها، انا عندي هنا حوالي كيلو من اللحم. هحتاج للتتبيلة بصلاية متوسطة، فنجان صغير من الخل. فاكرين الاناناس اللي احنا عملناه مع بعض؟ قطعنا الاناناس وكانت القطعة اللي هي في النص دي طبعا مش بتتاكل والناس كلها بترميها. انا قلت لكم ما ترموهاش وشلوها في الفريزر، هنعمل بيها حاجة. والنهاردة هتبل بيها اللحمة، وهي اللي هتكون السر اللي فعلا هتطري الانسجة جدا بحاجة موجودة عندنا، وهتكون فعلا حلوة جدا. اللي مش مناسبة التتبيلة ديت او اللي شايف اللي ما عندوش اناناس يقدر يشوف الفيديوهين اللي قبل كده. هسيب لكم ان شاء الله الفيديوهين دول في اول تعليق افكار تانية بحاجات تانية عندنا برضو ممكن نطري بيها انسجة اللحمة. دلوقتي بقى في الخلاط تعالوا نعمل التتبيلة. هحط الخل والبصل والاناناس اللي هيساعد جدا جدا جدا. طبعا في ناس هتقولي الخل اصلا هيطري الانسجة، ولكن جربوا بالاناناس وعلى ضمانتي هتشوفوا قد ايه اللحمة مش هتاخد سوا خالص. دلوقتي ممكن اكون محتاجة شوية مية بس صغيرين عشان الخلاط يمشي بسهولة، فما هحط شوية مية. والقطعة بتاعت الاناناس اللي في النص دي مش بتتاكل علشان بتكون ناشفة جدا، ولكن هي اتخلطت معايا بشكل كبير. خلاص انا بدل ما ارميها استعملتها في تتبيلة اللحمة. تقدري تعملي اي نوع لحمة بالشكل ده، ودي التتبيلة السحرية اللي انا مش عايزة اي حد يحط فيها اللحمة اكتر من ساعة، يعني ساعة ساعة ونص بالكتير جدا، عشان اللحمة هتتفتفت جوه التتبيلة. يعني اللي هيجرب هو اللي هيعرف. يعني ممكن تكون الناس تقول يعني معقولة يعني تتبيلة زي كده ممكن تفتفت اللحمة؟ الناس اللي جربت الوصفات اللي قبل كده عرفت قد ايه التتبيلة دي قوية جدا على انسجة اللحمة وبتخليها تستوي جدا جدا. اهم حاجة اللي انا حاول اخلي التتبيلة في كل الاتجاهات. ممكن طبعا احطها في كيس تلاجة واحط التتبيلة فيها وادعكها كده كويس. طبعا اي حاجة بنتبلها يا جماعة بتكون داخل التلاجة، حتى لو احنا في الشتاء برضو التتبيل داخل التلاجة. محدش يجرب التتبيلة دي ويقول لي هبيتها قبلها بيوم علشان تستوي، انا مش مسؤولة. انا دلوقتي قلتلكو ان هي ساعة ساعة ونص هسيبها بس في التتبيلة متغطية كويس، والحتت اللي مش هتيجي عليها تتبيلة مش هتستوي. يعني ما تتوقعوش ان هي تستوي زي الحتت اللي عليها تتبيلة. خلاص كده انا تقريبا وزعتها كويس، وهسيبها بقى ساعة، مش هسيبها اكتر من كده. وبعدين بعد ما اتبلت وخلاص بقى الانسجة بتاعتها بقت طرية اللي انا عايزاها، خلاص ابتدي اشيل من عليها التتبيلة. يعني اشيلها كده بالمعلقة بشكل بسيط جدا، وابتدي بقى في المرحلة دي اعملها اي حاجة انا عايزاها. وزي ما قلت لكم النهاردة انا حابة ان انا اعملها كباب حلة. تقدري بقى تعمليها بالطريقة اللي انت معتمداها. طبعا كل حد فينا بيعمل كباب الحلة بشكل مختلف او لحمة بالبصل، يعني سموها زي ما تسموها. تشوحي اللحمة الاول على نار عالية وتحاولي الى حد كبير ما تنزلش ميتها. انا نزلت معايا ميتها فشوحت البصل في حلة تانية وبعدين حطيتهم على بعض. مش عارفة اقول لكم بقى تقريبا هي 20 دقيقة بالكتير جدا، وهتلاقي اللحمة دي خلاص كده استوت جدا زي ما احنا شايفين. يعني لو انت هتعملي فراخ او دجاج بنفس الطريقة هياخد وقت عن كده.
بمنتهى الأمانة الطريقة حلوة جدا. بالنسبة للثلاث طرق، في ناس هتسألني ايه أفضل حاجة، التلاتة كويسين، تقدري تختاري الحاجة المناسبة والمتاحة ليكي والمتوفرة في بلدك. في ناس هتقول ما عندهاش الأناناس، في ناس تانية متوفر عندها، فكل واحد على حسب المتوفر عنده. دلوقتي هي استوت، انا بقى النهاردة عاملة معاها بقى بامية وسلطة وعيش، شايفين ما شاء الله، حتى لون اللحمة من جوه لسه فاتح ولكن مستوية جدا جدا، وكل اللي دقها، وخصوصا بقى الاطفال يعني مش هيتعبوكوا بقى في اكلها، في اعرف اطفال كتير ما بيرضوش ياكلوا لحمة غير ما تكون مستوية كده. خلاص انا قدمت الفكرة، وزي ما قلت لكم هسيب لكم الفيديوهات اللي هي عملتها قبل كده في اول تعليق، وكمان هسيبها في صندوق الوصف. اتمنى ان شاء الله النهاردة الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.